مشاهدينا مستمعينا إلى كتاب الشهر. نعلم أن التفكير هو سلوك نقوم به بشكل يومي، ولهذا السلوك أنواع، ولكن ما يميز البشر وما يحدد نجاحهم في القطاعات المختلفة بيعتمد بشكل كبير على التفكير الانتقادي أو الكريتيكال ثينكينج، والذي يعرف بكونه تفكير مركب بيرتبط بعدد غير محدود من السلوكيات، واللي بتتخذ في عدد غير محدود أيضا من المواقف أو الموضوعات، كما أنه مرتبط بالمنطق والتعلم وحل المشكلات والمعرفة. ومن الكتب المهمة اللي بتناقش هذا النوع من التفكير هو كتاب بعنوان 30 يوم لتفكير أفضل وحياة أفضل من خلال التفكير الانتقادي للكاتبين ريتشارد باول وليندا ألدر. هذا الكتاب هو اقتراح للكاتبة والأكاديمية السعودية الدكتورة أريج الجهني. لما سألنا الدكتورة أريج عن سبب اختيارها لهذا الكتاب، ذكرت أنها اختارته لأننا بحاجة ماسة لمراجعة أفكارنا بشكل دوري ومعرفة أين كنا وأين أصبحنا وإلى أين سنذهب. هذا الكتاب مليء بالأسئلة والنماذج العملية اللي بتساعد القارئ بالوصول لصورة واضحة عن حالته، دوافعه وتحيزاته. كاتبا هذا الكتاب هما ريتشارد باول وليندا ألدر، كما ذكرنا هما الأبرز عالميا في مجال التفكير الانتقادي، بل هما أصحاب نظريات بيتم تعليمها اليوم في الجامعات. ولكن هذا الكتاب بيستخدم أسلوب سلس وبسيط للشخص العادي، وبيعطوا الكتاب القارئ خطوات وأيضا جداول تخليك تغير طريقة تفكيرك، وبالتالي تتغير حياتك للأفضل في خلال 30 يوم فقط. بيرسغ هذا الكتاب فكرة أن التفكير هو عمل مهاري وليس أمر نشأ معانا بالفطرة. القدرة على التفكير بوضوح وعقلانية هو أمر بيأتي بعد التدريب أو بعد ما نكون في موقع حتم علينا أو عودنا على التفكير الانتقادي. ولعل أكثر عبارة شدد عليها الكاتبان في هذا الكتاب: حياتك تتحدد من خلال جودة تفكيرك. ولكن كيف يعد هذا الكتاب أو كيف يعد هذا الكتاب القراء أنهم يكتسبوا التفكير الانتقادي؟ في البداية بيساعدك على معرفة ما هي عادات التفكير السيئة اللي بتمارسها دون أن تشعر، وكيفية التخلص من هذه العادات، وأيضا يقدم اختبارات ونماذج من شأنها تحليل طريقة التفكير اللي بتتبعها، وكيف بيأثر هذا التفكير النقدي بشكل إيجابي على علاقاتك مع الناس وأيضا على أدائك المهني. وبعد ذلك بيعطيك الكتاب خطة لمدة 30 يوم تقدر من خلالها أنت أو أنت عزيز المشاهد عزيز المشاهد تطوروا طريقة تفكيركم. وفي كل يوم سوف يركز على مفهوم محدد، وبيعلمك استراتيجيات عملية لإضفاء الأفكار القوية إلى نسيج حياتك. من هذه الجوانب، على سبيل المثال، لما تحاول تفكر في موضوع بينصحك الكتاب بأنه تسأل نفسك أسئلة عميقة، وكيف تجاوب على هذه الأسئلة في حال طرحت عليك من الناس. أيضا تحدد بعناية الأفكار اللي بتأخذها من التلفاز ومن الإعلانات ومن الأفلام وأيضا من الإنترنت. وهذه بعض الاقتباسات من الكتاب. يقال أن هذا الكتاب قد يصبح بمثابة الجي بي اس النفسي أو كنظام تحديد الموقع العالمي النفسي للتوضيح العقلي. وإذا كنت جاد في محاولة العيش وفقاً لنيتك الحقيقية، فمن اللازم أنك تكتسب القدرة على التفكير الانتقادي فيما تفكر فيه. وعبارة التفكير فيما تفكر فيه ممكن أنها تكون معقدة نظرياً، ولكن ما إن تقوم بتطبيقها
راح تتغير حياتك، وهذا اللي بيوعدنا فيه الكتاب. طبعا نشكر الكاتبة أريج الجهني على هذا الاقتراح، ونطلب منكم مشاهدينا ومستمعين انكم تشاركونا في ارسال اقتراحكم لكتاب الشهر القادم عن طريق استخدام هاشتاغ اختار كتاب متبوعا باسم الكتاب وسبب اختيارك له، ولا تنسوا ايضا انكم تضيفوا هاشتاغ البرنامج MBC in a week. هذا كان كل ما لدي في هذا الشهر بالنسبة للثقافة والفنون، والآن أرجع لك يا علي لنكمل ما تبقى من MBC في أسبوع.